البنات كديري لبس عليكم صحيحه كلشي بخير نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا وتكونوا بصحه جيده وتكونوا ولفتوا الدار ولفتوا السيستم الجديد كلوا وليداتكم بخير وعلى خير وانتم كلكم مهنيين وصحه جيده يا تنتمنى الامور ترجع كما كانت ونرجعوا نخرجوا ونرجعوا نعيشوا حياتنا طبيعيه ان شاء الله يا ربي تتمنى من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء يا ربي. المهم البنات ما حدنا جالسين في الدار المهم تنديروا الشغل ديال الدار تنقضيوا الشغل المهم الشغل ما تتقاضاش وسيرتوا مع هاد الجلسه في الدار ما حتى نخرجوا فين تزاد الشغل تزادت المسؤوليه تزاد بزاف 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 بزاف. المهم الحمد لله البنات ما كاينش الصالون ما تمشيش نديرو كوماج على برا ما تنديروش مساج المهم جالسين في الدار ما كايناش الصالونات ما كاينش ان شاء الله يا ربي رجعوا كيف ما كنا. المهم اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد مقشر في الدار ان شاء الله اللي هو زوين بزاف وانا مجرباه شخصيا والنتيجه ديالو تتبان من الاستعمال الاول وجربوها البنات وردوا عليا الخبر. ما حدنا جالسين نديروا شي حويجات لوجهنا نقيو وجهنا وتهلاو في راسنا لابد باش نرجعوا ديك الحيويه وديك الثقه في النفس واخا رغم ان كاينين المشاكل بحال هذا الوباء وتنشوفوا الناس مرض بزاف وتنشوفوا الناس مساكين راه كاين اللي توفاو الله يرحمهم والناس اللي مرضين الله يشافيهم ولكن واخا هكاك الحياه تستمر نتهلاو في راسنا ونتهلاو في وليداتنا وما يعيكم على الخير ان شاء الله. ندوزو نشوفوا المقشر البنات لهذا المقشر هذا عندي بصله خليتها هكا بجلدتها باش نوريكم من الافضل تكون حمراء ولكن واخا البصله الاخرى تتمشي ولكن من الافضل تكون حمراء من الاحسن. عندي بصله هكا هاد الصغيورين هادو تناخذهم معايا على ود بحال هكا وها وعندي اللويزه دقيتها وصفيتها مزيان باش ما يبقاوش ليا فيها دوك الحبيبات باش ما يجرحوش ليا الوجه ديالي. المهم اللويزه ها هي باش بعد الناس يعرفوها داكشي باقي باللغه العربيه سميتها لميسه ولا لميسه ولا ما نعرف المهم بحال هاد السميه هادي تنظل لميسه. ها هي اللويزه البنات اللي تنديروا مع الحليب وتنشربوه هي هادي. عندي الحامض البنات اللي وجهه حساس ولا ناشف بزاف يستغنى على الحامض ما يديروش حيت ما يمكنش نعطي شي حاجه ونعطيها انا تكون مضره. اللي تنقول اللي عنده حساسيه من الحامض ولا وجهه ناشف بزاف يبعد على الحامض ويدير زيت الكوكو تزيت الكوكو مزيان بزاف للبشره. عندي البنات القهوه سريعه الذوبان علاش درت القهوه سريعه الذوبان نفس المشكل اللي هضرت معكم عليه على اللويزه على القهوه خاصها تكون عندي قهوه رطبه ماشي فيها حرشه باش ما تجرحش ليا كيف ما قلت لكم وجهي وحتى هذه القهوه هذه تعطي واحد اللمعه للوجه زوين بزاف. المهم ندوز البنات نقشر هاد البصله ونرجع معكم البنات نحكوا ديك البصله بحال هكا بالحكاكه رقيقه راه غير تنحكو هكا تطلق ديك الميه ديالها مع البصله نتوما عارفينها والفوائد البنات ديال البصله على البشره زوينه بزاف. شنو المشكل اللي كاينه في البصله هي ملي تجي ديريها العينين ديالك تيبقاو يدمعوا ولا تيبقاو يحرقوك هذا هو المشكل ولكن الانسان يصبر ما فيها باس واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه ما فيها باس. نكمل البنات ونرجع معكم صافي غنصفي هاد البصله بحال هكا شتيها هي طلقات ليا الميه اللي بغيت البنات. عندي معلقه هنا ديال اللويزه معلقه صغيره ديال اللويزه وغناخذ هنا معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان ها هي معلقه وعندي معلقه كبيره ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال البصله الماء ديال البصله تيقولي البصله عندها واحد الفوائد بزاف على البشره زوينه بزاف كيما قلت لكم المشكل ديال البصله هما العوينات تيبقاو يدمعوا ولكن ما فيها باس نصبروا ماشي مشكل تنبقاو نحركوا بحال هكا حتى تذوب لينا ديك القهوه يعني ما كاينش شي مكونات اللي هي زعما ما كايناش ولا هذا شي عندنا في الدار الحمد لله. ها هي البنات الشكل النهائي ديالها ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بحال الماء تجي بحال هكا. ها هي البنات غنحاول ندير معكم هاد المقشر هذا المهم بحال هكا راه عينيا تيبداو يدمعوا من دابا البنات
كما قلت لكم البصله البنات، شوف شنو قلت لكم، عينيا تيدمعوا حيت البصله تتحرق في العينين، ولكن لابد نوريكم كيفاش غندير. المهم تتقوا تماصيو وتدير بحال هكا من هنا للفوق، هكا 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 هكا، تماصيو بشويه بشويه، تتماصيو وجهكم كامل، غتبقاو تماصيو لمده 10 دقائق وتخليوه لمده 10 دقائق، هي 20 دقيقه، بغيتي تخليوه قل 15 دقيقه، المهم كل واحد وعلى حساب. المهم قد ما خليتيه قد ما مزيان، المهم 20 دقيقه مزيان، وانتم تبقاو تماصيو في وجهكم، ماصي بشويه بشويه وانت مرتاحه باش حتى النتيجه تتعطي مع البشره ديالك. المهم هاد المقشره البنات ولا هاد القماش هذا زوين بزاف، جربوه وردوا لي الخبر. غنمشي انا تنحيد درتي عاد باش نماصي على خاطري ونسيب القماش على خاطري والمقشر على خاطري. المهم ونرجع معاكم. صافي البنات دابا غسلت وجهي مزيان بعد ما ماصيت بداك المقشر ولا القماش. المهم تخلي الوجه نقي كيما قلت لكم، النتيجه تتبان من الاستعمال الاول، تتنقى الوجه وتتحسي بوجهك رطب. انا تنفضل البنات من الاحسن ديروا هاد المقشر ولا هاد القماش في الليل باش ما تخرجيش. المهم ولا كيف غير الشعه ديال الشرجم وداكشي، حيت انا من مور هاد القماش ولا مقشر تندير الزيت ديال اللوز. ها هو انا غندير دابا زيت اللوز، حيت كيما قلت لكم انتما واحد النهار وريت لكم راه تنعصروا طبيعي زيت اللوز، وعاوتاني من تديري زيت اللوز تبقاي تماصي بيدك يدك، بدا تماصي بشويه بشويه، وانت تتماصي هكا طلعي هكا بشويه باش حتى الوجه ديالك تيتجبد، ما تبقاوش عندك هادو هنايا مكمشي ولا هنايا. المهم تبقاي تماصي بيديك وتخليه تينشف. من الاحسن هاد العمليه ديروها مره في السيمانه، زوين بزاف البنات، والطريقه سهله والمكونات كاملين في الدار، وتتعطي واحد الاشراقه للوجه، وتنحسوا براسنا من تنديروا واحد الماسك ولا واحد القماش اللي تتعتنيو براسنا، تنحسوا براسنا النفسيه ديالنا مرتاحه، ودرنا شي حاجه اللي خرجتنا من داك الروتين ديال الدار وداك الضغط ديال الوليدات. هادشي اللي كاين اليوم البنات، تنتمنى هاد المقشر ولا هاد القماش يعجبكم، وشكرا بزاف لكم البنات، والهلا يخطيكم وتهلاو ليا فراسكم بزاف. الى فيديو جاي.